كوكو لي زامي، اليوم كيف العادة فقت بكري، غسلت وجهي، درت سكين كير ديالي، فطرت، خديت القهوة ديالي اللي غادي نديها معايا، درت الميك اب ديالي. مهم في الصباح ما كنكترش الميك اب بزاف، حتى العشية عاد كنزيد شوية. جبت حويجي هاد النهار ما كنتش جابداهم ليلة قبل، لبست هاد الصباط اللي درني بزاف الصراحة. مهم لبست حويجي، كنشوف ديما راسي آخر مرة في المرايا قبل ما نخرج من الدار. وكيف ما عارفين مورا لي سيسي كيكونوا بزاف ديال لي بروجي كيتجمعوا، حيت من قبل كنكونوا كونسونطري على لا بريباراسيون ديال لي زيكزام. اي دونك كنمشي للبيبليوتيك، كنبقى نقلب في لي سورس اللي كاينين تما، كنقلب في لي زوفراج الا كانت شي حاجه تقدر تنفعني في لا ريشيرش ديالي او لا في البروجي ديالي. بيان سور كيكونوا عندي دي كور كنرجع نقراهم، ومني كنسالي الكور ديالي راه كنرجع ديريكتومون للبيبليوتيك او لا فاش كنتغدى عاد كنرجع. وصراحة هذه كتكون اكثر فتره صعيبه، حيتاش كتكون جات ما بين لي سي سي وما بين لي فين، ومع كتسالي لي سي سي كتمشي تبريباري لي بروجي ديالك، وخاصك ضروري توازن ما بين لي زيتود ولي بروجي حيتاش لي فينو كيكونوا قربوا. وبيان سور حيت دابا الفتره ديال لا كوب دي موند ما كنساوش نشجعوا الفريق ديالنا. صراحة كيكون سعيد بزاف في هاد المرات انه نوازنو مازال نحتفلو مع المنتخب وما بين لي بروجي ايتترا، مي كنحاولو نخلقو بعض المرات دي مومون اللي عارفينهم انه ما كيتعاودوش بزاف في حياتنا، اي دونك كنساكريفيو شويه. باي ذا واي هادي اميمة كتكون معايا في اغلبيه البروجيات، اند شي از ماي بيست فريند. والحاجه اللي كنصحكم عاوتاني انه ديروها هي دوزوا الوقت مع عائلاتكم مع صحابكم، حيت الا بقيتو كديوها غير في القرايه ولا لي بروجي راه غتكتئبوا ولا غادي تسطاو. المهم هنا كندوز الوقت شويه مع اختي، مشينا لايكيا باش ناخذ واحد لي موبل، وهي بيان سور كيعجب هذاك الكوان اللي فيه لي موبل، ولكن انا كيعجبني هذا اللي فيه الورد باسكو كيجيني واحد الفايب زوين الصراحه. صافي انا خليتهم حتى يتركبوا، كان خصني نوجد دغيا باش نمشي لليسكاو، حيتاش كنت من لا كوميتي دوغانيزاسيون ديال واحد ليفينمون درناه في جيني اسكاو ديال لا ريداكسيون دو سي في. صافي ملي رجعت للدار ما قدرتش ندير شي حاجه موراها، كيما لينيش انه خصني نعس، مشيت باش نغسل وجهي نحيد المكياج تو، وكنت عارفه راسي راه الغد لي عندي عاوتاني الخدمه، عندي عاوتاني التصوير ديال واحد لو بروجي اخر، عندي بزاف ما يدار، دونك فضلت انه غير نمسح وجهي ونغسل وجهي ايتترا، ندير داكشي اللي كيدار ومشي نعس دغيا. ومشيت عاوتاني ليسكاو، هادشي راه في الويكاند اللي كنعاود لكم، مشيت باش نصور واحد دو فيديو على وديت واحد البروجي ديال فورسي تكنيك دو فونت. هنا كان خصنا نديرو سيمولاسيون ديال انه كنبيع واحد لو برودوي، دونك كان خصنا نابليكيو كاع لي زيتاب ديال الكو اللي شفناهم، داكشي كامل ديال السبين ديال الفاب اي حاجه كنا شفناها. وشوفوا شحال من بروجي خاصني نديرو، وفهموا هاد لي بروجي جاوني صعب من ديال داك العام،
عندي بزاف ديال لي طاش فهاد لي بروجي. هاد لي داير عليهم كروار هما اللي درتهم واللي باقي فيهم لا كاز فيد راه باقا ما درتهم. اند لوك ات ذيس بريزنتيشن اللي كنت صوبتها انا وامي. ما صراحة عجبتني بزاف ديال لو تيم ديال نتفليكس. هنا كنا دوينا على انفلونسر ماركتينغ. تعقلوا على هاد لا كومباني بوبليسيتير ديال ال في ام اش كانت نوضت بزاف ديال الجدل حتى هي استعملناها في هاد الانفلونسر ماركتينغ. صافي هذا الغابور ديال البريزونطاسيون ديالنا. اند هاد الغابور اختاريت انه ما نديروش بلا مانيير كلاسيك اولا تابع لي نورم كيفاش كيدير ان غابور. بغيت نديرو شويه فن غادي لهداك لو تيم اللي درنا به لا بريزونطاسيون. كنا درنا حتى هاد لا بريزونطاسيون ديال دي ارت اوف ستارت. هذا واحد الكتاب زوين كتبو كاوازاكي لاي واحد انتريستد ان هذاك الشيء ديال انتربرينورشيب. كنت درت هو الغابور ما درتوش كلاسيك درتو غادي لنفس لو تيم ديال سبوتيفاي. وكنا درنا هاد لا بريزونطاسيون حتى هي ديال الاي سبورتس. باغ كونطخ هنا في الغابور درناه بروفيسيونيل درناه بلي نورم بلي مارج لي تيتر اكسيتيرا كلشي درناه هو هداك. اند باي ذا واي شوفو شحال هاد التوت باك زوين. قولو ليا كونغراتوليشنز حيتاش راه وليت منتور في دي جي جيرلز اند ام سو هابي اباوت ذات. And speaking of extracurricular activities, اليوم وافقت عاوتاني وجدت راسي باش نمشي لليسكاو حيتاش كنت من لا كوميتي دورغانيزاسيون عاوتاني ديال واحد ليفينمون اخر مي هاد المره ديال غوتاراكس اسكاو. صافي كنت وصلت ومشيت ديريكتومون نوجد مع ليكيب اي حاجه كان خاصها توجد. البوفي لا سال داتونت لا سال دو بريليفمون ايتترا. صراحة داز كل شيء على بيرفيكسيون. كنشكر كاع الناس اللي كانوا خدامين معنا في هاد ليفينمون. كنشكر لو كوميتي دورغانيزاسيون الناس ديال غوتاراكت الطاقم الطبي. كنشكر الناس ديال الاولى اللي جاو داروا لنا التغطية الصحفية. كنشكر الناس اللي جاو عطاو دمهم باش يعتقوا الحياة ديال الناس الاخرين. وحتى انا خدت هاد التجربة واخا كنت من الكوميتي دورغانيزاسيون جربت انه نعطي دمي. And by the way راه بنت في الاولى اللي بغى يمشي يتفرج راه غادي نخلي لكم لو ليان في لا ديسكريبسيون وغادي نخلي لكم لا مينوت منين تبداو الفراجه. هذه كانت من احسن التجارب اللي دوزتهم في حياتي وكنصح اي واحد يمشي يدير نفس التجربه في اقرب مستشفى. و الى وصلتي لهاد لا بارتي من الفيديو شكرا بزاف وبسلامه.